مسألة التأثر بالآخرين ده طبع في طباع بني آدم. الخنساء اللي هي الشاعرة المشهورة اللي أسلمت بعد كده وكان ليها أولاد وماتوا شهداء، لما أخوها صخر ده مات وقلبت الدنيا عليه بقى بالأشعار والكلام ده، قالت إيه؟ ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي. يبقى إيه اللي خلاها ما قتلتش نفسها؟ إن لقيت ناس جنبها بيعيطوا ويولولوا زيها فصبروها. فالإنسان بيتأسى بمن حوله، بمن حوله يعني بيتأثر بيهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لأهل النار إيه؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ركز في دي عشان دي مهمة قوي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لأهل النار إيه؟ ما تفتكروش عشان أنتم مشتركين في العذاب إن ده هيخفف عنكم العذاب، ولا يخلي حد يقول إيه؟ خلاص بقى طالما أبو جهل بيتعذب ونستحمل بقى ما الكبار بتوعهم بيتعذبوا فإحنا نستحمل. لا، مفيش الكلام ده. ولا أسياد ولا عبيد، محدش هيستحمل العذاب. يشيلوا النار من على بعض. ولا يشيلوا النار عن بعض ولا يستحملوا من بعض. فالمقصود إيه؟ إن الإنسان حتى وإن كان عاصي لله تبارك وتعالى في سائر السنة، لما بيأتي شهر رمضان وبيشوف الناس اللي حواليه، البيئة المحيطة اللي حواليه بتأخذ بإيده إلى الطاعة، وبيشوف البيئة اللي حواليه هو بيستحي. فده بيحمله على الإيه؟ على فعل الخير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمصاحبة الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلازم الإيه؟ الصالحين الذين يريدون وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بملازمة الجليس الصالح، وقال المرء على دين خليله، يعني على أخلاق صاحبه. وقالوا قديما إيه؟ الصاحب ساحب. فالإنسان بطبعه بيتأثر بمن حوله حتى لو كان اللي حوله ده حيوان مش إنسان. يعني لو جالس حيوانا لتأثر به، لو واحد جالس قرضا لأتوا به من فوق الشجر، مش القرد، الراجل ده يجيبوه من فوق الشجر. ليه؟ إنه يتأثر بالقرد ده. ولذلك عمر رضي الله عنه لما ركب برذونا، قالوا البرذون هو فرس تركي أو من أجود خيل العرب، عمر رضي الله عنه لما ركب البرذون أخذ البرذون إيه؟ يتحرك به ويختال به. فعمر شعر في نفسه بشيء، أم نازل قال خذوه إنما أتيتموني بشيطان. ده أنا يعني أول ما ركبت إيه؟ نسيت نفسي أو شعرت بشيء في نفسي. سيدنا عمر قال لا، ده أنا حسيت إن أنا هغترف نفسي لما ركب الإيه؟ يعني شعر بما يشعر به البرذون، طقطق طقطق به بقى، وحس ما هو الخيل من الخيلاء، في خيلاء يعني. فنزل، وده إحنا بنشوفه في الناس العادية. انت لما بتشوف واحد دلوقتي راكب عربية خنفسة ولا عربية فيات ولا الكلام ده، بتلاقيه كده برضو يعني متواضع ولا بتاع. تيجي تركبه عربية بي ام ولا عربية بتاعه، تلاقيه الا ما رحم ربك تلاقيه بقى ايه؟ منفوخ وبتاع. يا ابني ما انت كنت من يومين. لا بقى شوف انا راكب بقى عربية ايه. فالانسان بيتأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الابل، والتواضع والسكينة في اهل الغنم. فقال لك ايه؟ لانه بيتاثر بالابل، اجود اموال العرب واغلى اموال العرب، وبتمشي كده متفخره ورافعه راسها لفوق، بيرعى الغنم بيبقى ايه؟ بيتواضع يعني.